السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا الشكل التالي، أو نعتبر الشكل التالي ABC مثلث MN يوازي BC. إذا AM تساوي 9، MB تساوي 3، BC تساوي 10. نريد أن نحسب MN. إذا حسب مبرهن طاليس المباشر لدينا AM على AB تساوي AN على AC تساوي MN على BC، هكذا. إذا نريد أن نحسب MN، نريد أن نحسب MN. إذا سننطلق من نأخذ AM على AB تساوي MN على BC. إذا نأخذ هذه العلاقة، نستنتج منها أن MN تساوي AM في BC على AB، يعني تناسبية، يعني أن MN تساوي، انطلاقا من هذه العلاقة التي أحيطها بالقلم، إذا AM في BC، AM في BC على، قلنا AM في BC على AB، وعوض كل طول أو مسافة بقيمتها، قلنا AM تساوي 9، إذا 9 BC. AM في BC يعني في 10، 9 في 10 على AB، وقلنا أن AB تساوي AM، مسافة AM زائد MB، يعني 9 زائد 3، 9 زائد 3. إذن 9 في 10 تساوي 90، 9 زائد 3 12. إذن هنا اختزال، أقسم 12 على 6، أقسم 90 أيضا على 6، فالكسر يبقى صحيح. إذا قسمت البسط والمقام على نفس العدد لا يتغير أي شيء. إذا 90 قسم 6 15، 12 قسم 6 2. إذا MN تساوي 15 على 2 أو 7.5. الآن أريد أن أحسب AN. أحسب AN، لكن مع العلم أن AC تساوي 15، يعني معلومة جديدة، AC تساوي 15، مع العلم أن AC تساوي 15. إذن سنأخذ هذه العلاقة ثانية، MN على BC تساوي AN على AC. سأخذ هذه العلاقة وأستنتج منها AN، يعني أن AN تساوي MN في AC على BC. AN تساوي MN في AC على BC، لكن من الأفضل أن أخذ AN تساوي AM في AC على AB. أن AC، قلنا أن علما أن AC تساوي 15 كمعطى. إذا الآن AN تساوي، إذن AN الذي تناسبية، يعني AN تساوي AM في AC قسمة AB، هكذا AM في AC قسمة AB. أعوض، AM تساوي 9، AM المسافة AM تساوي 9 في AC، AC قلنا كمعطى 15، AB قلنا تساوي 9 زائد 3 يعني 12. إذا لدينا 9 تساوي 3 في 3 مضروبة في 45، عفوا في 15، 15 على 12، 3 في 4. الآن أختزل ب3، فبقي 3 في 15 تساوي 45 على 4. إذا AN تساوي 45 على 4. استعملنا في هذا التمرين مبرهنة طاليس المباشرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.